باسم الرب يسوع يبقى سرورنا مغبوط، هو العطاء أكثر من الأخذ. الأخذ نتيجة في حياة المؤمن للعطاء. تبقى أنت جاي بقى عايز الرب يجيب لك مش عارف إيه ويجيب لك إيه ويجيب لك إيه، تقرأ الكلمة، لا، انكر نفسك، ادي للآخرين لمساعدتهم من وقتك، من خبرتك، من إمكانياتك، انشغل بالعطاء، تبارك الناس. ولما تنشغل بالعطاء البركة تأتي إليك، مش هتتباعد عنك. هنا اللي بيتكلم عنه واحد بيحب يلعن وفي نفس الوقت ما بيحبش يبارك حد، النتيجة البركة ما تجلهوش. اعلن إيمانك أنت عكس اللي هنا، أنت بتحب تبارك، تحب تبارك الآخرين، وبتحب أن الرب يستخدمك، يستخدمك مع أشخاص بطريقة روحية، يستخدمك مع أشخاص لتشجيعهم نفسيا، يستخدمك مع أشخاص يساعدهم في عملهم في دراستهم. دائما تعطي ونتيجة العطاء تأخذ، مش تأخذ ثم تعطي. المبدأ في الصليب إنك تدي. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، نحن ينبغي علينا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. غمض عينك كده وقول يا رب ساعدني أن أنا ما باش أناني، ساعدني أن أنا أطلع من ذاتي وأطلع من مشاكلي وأطلع من، وأبتدي يا رب أحط نفسي في إيدك عشان تستخدمني أكتر من أي وقت في حياتي. قول كده، عايزك يا رب تستخدمني، أبقى قناتك كده اللي مية المحبة تمشي فيها وتوصل لناس محتاجين الحب، محتاجين المساعدة الحقيقية. وأفكركم مع الآية دي بكلمات رسالة بولس في كورنثوس، رسالة كورنثوس الثانية في إصحاحين عن العطاء. باسم الرب يسوع نعطي بفرح، نعطي بسخاء، ولما بندي عايزين نبارك اللي قدامنا. يعني مش مجرد ان انا بدي، لا، ده انا عايزه يتبارك تجاهي، ان انا عايز اباركه. وده اللي تحدثت عنه رسالة كورنثوس الثانية. من يزرع بالبركات، يعني بيبارك، مش مجرد عطاء، لا، مش مجرد فلوس حاسس انها حمل عليا فعايز خلاص لازم عندي احساس بالذنب لو انا ما دفعتهاش، لا، انا عايز ابارك، عايز ابارك الاخرين. يا رب نشكرك لانك تريدنا ان نبارك، ودايما تتوقع ان الرب يباركك ماديا عشان تبارك الناس. ويقول الكتاب ازرعوا بالبركات، من يزرع بالبركات مغبوط والعطاء. حب انك تبارك، حب ان تفكيرك من اجل الاخرين. داود كان تفكيره من اجل الشعب، بدايته الحقيقيه لما وقف قدام جلياط مش عشان نفسه، وكان ممكن يروح يرعى الغنم وما فيش حاجه تيجي له، هو في مكان آخر، لكن الناس اللي بيهينها جلياط يقول لك يقعد 40 يوم بيهين فيهم، لا، عايز يخلص الناس دي من هذا الإيذاء النفسي. ضع في قلبك أن تكون بركة للآخرين، ولأنك لما تحب تبارك تصر بالبركة، حياتك كلها تبقى بركة. والآية بتقول من يزرع بالبركات، ادي وانت عايز تبارك، عايز تفيد، عايز تساعد، مش حمل تقيل
العطاء عندك وعايز تتخلص منه، لا عايز تساعد وبتصلي الرب تساعد ازاي وتساعد بايه، ولو عندك في دخلك فلوس شايفها ان دي بتاعه الرب بتسال الرب دي اوديها فين تبقى فيها الايه دي، تروح فين عشان تبقى زارع بالبركات. من يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد، ونتيجة زراعة البركات شوف الآية 8 العظيمة دي بتقول قادر أن يزيدكم كل نعمة. دايما لما بنقرأ الآية دي بنشاور على كلمة كل، محتاج نعمة شفاء، محتاج نعمة إيه، أي نعمة أنت محتاجها، كل نعمة الله قادر أن يزيدكم ازدياد. شوف العلاقة مع الرب فيها بركات، بس نتيجة لإيه؟ نتيجة لنا اتعلمت من اللي حصل في الصليب، ان زي ما الرب احبني ولم يرضي نفسه عشان يديني حياه ابديه، انا برفض ان انا انحصر في ذاتي وبعلن للرب كده ان انا عايز اعيش باللي انت بينتهولي في الكتاب، وعايز حياتي تبقى من اجل الاخرين واملاني بالروح عشان اعرف اساعد، ومش بدور على نفسي. ممكن واحد يخدم الرب لكن في الحقيقه هو بيدور على نفسه، عايز الناس تمدحه، عايز الناس تقول له كلام كويس. باسم الرب يسوع رب ينقي دوافعك ويملأك بالحب الحقيقي، المحبه التي قال عنها الروح القدس انها لا تطلب ما لنفسها. الله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا لكم كل اكتفاء وكل حين في كل شيء. لاحظ دايما لما بقف قدام الآية دي يشدني أن الرب ما بيسيبش حاجة، فيش ثغرة، في كل 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 كل. عايز تتحرر يديك نعمة للتحرير، عايز تخدم هيديك نعمة في الخدمة. الله قادر أن يزيدكم كل نعمة ويبقى عندك مش محتاج حاجة، كل اكتفاء ودائما كل حين وفي كل دايرة في كل شيء، وتزداد في الخدمة أكتر وأكتر في كل عمل رائع في كل عمل صالح. ادوا المجد للرب الآن. هاللويا، قول هاللويا. 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 باسم الرب يسوع هنزرع أكتر وأكتر 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 بركات باسم الرب يسوع، بعمل الروح القدس، بدفعة داخلية حقيقية بالروح القدس هنزرع بركات أكتر من أي وقت مضى، وسنحصد أيضا بركات، وسنرى النعمة في كل أمور حياتنا بلا استثناء، وندي المجد للرب مرة كمان. عظم الرب العمل معنا، ارفع ايدك كده واعلن ان اعمال الرب عظيمة وتمتلئ بالروح القدس باسم الرب يسوع، وتختبر وترى اعمال الرب العظيمة لمجد الرب. نعم، ولخيرك وخير المؤمنين. وندي المجد مرة كمان للرب. نقول هاليلويا ونجبر الأرواح الشريرة إنها تبتعد عنا وعن بيوتنا وعن أولادنا وعن دوائر حياتنا، وإحنا بنهتف للرب نثق إن سيف الروح، سيف الروح اللي في هتافنا للرب يجبر الأرواح الشريرة أن تبتعد، أن تبتعد، أن تبتعد باسم الرب يسوع. تكون هناك ملائكة
أولئك من الرب لخدمتنا دائما. اهتف للرب لكي تبتعد الأرواح الشريرة، قول هاليلويا هاليلويا. يا رب نشكرك ونعظمك، بتغيرنا. ارفع ايدك كده يعني ان الرب بيغيرك وبيشيل منك التشاؤم وبيشيل منك الحسابات المنطقيه اللي معقده تفكيرك، وبيخليك بسيط تؤمن بالكلمه وتمسك فيها وتصلي بيها، والرب يتمجد معك. يا رب ساعدنا، صلي معايا ان احنا نبارك الناس الخطاب، ان احنا نجيبهم للرب، ان احنا نعرفهم سكة الخلاص. تبارك بانك رب يستخدمك عشان تكلم ناس عن الرب، عشان ناس تعرف الرب من خلالك، او تساهم في ان ناس تعرف الرب، بتزرع بركات في العمل الروحي. نرفع ايدينا ونعلن باسم الرب يسوع، هنجيب نفوس كتير 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 للرب بقوة الروح القدس. هنزرع بركات، وزي ما بيقول كده الكتاب، الحاصد بيلحق الزارع. يعني في بركة كتير تزرع وتقعد فين، لما وانت بتحصد بتزرع تاني باسم الرب يسوع. لن نتوقف عن ربح النفوس، لا نتوقف أن نبارك الناس المقيدين بحرية نعلنها لهم من الرب، لا نتوقف عن أن نبارك المرضى بشفاء إلهي من الرب، لا نتوقف أن نبارك. ازرعوا بالبركات تحصدوا أيضا بالبركات، وندك مرة كمان المجد للرب. هللويا. نقل يا رب في عطائنا وفي التمييز في العطاء، عشان نعرف نزرع في الأرض الصح، ما نزرعش في أرض بتعمل إيه، الأرض الغلط بتموت اللي بتزرعه. بيقولك تربة فيها حجر فيها شوك، ما لا، باسم الرب يسوع الرب يقودنا لكي نزرع في أرض جيدة، ونجيب نفوس 30 وبعد شوية 60 وبعد شوية 100 باسم الرب يسوع. حياتنا تبقى من الرب، وحياتنا تبقى لمجد الرب. وغمض عينك كده وقول له يا رب، حتى أمور العادية، أمور العادية اللي في حياتنا، أمور العادية، الشغل، المذاكرة، السفر، الأمور العادية، يا رب بطريقة أو بأخرى استخدم كل ما نفعله من أجل امتداد ملكوتك. صلي كده أن أي حاجة في حياتك يبقى ليها علاقة بالملكوت. ودايما الرب بيضع المؤمنين في دوائر عملهم، في مجالات يعلنوا فيها حب يسوع ويستخدمهم الرب. ما فيش حاجة في حياة المؤمن اسمها صدفة، فيش. اعلن كده ان انت مش مطروق للصدف، ومش مطروق لمزاج الناس، ومش مطروق للآخرين، ومش مطروق لحركة الأحداث. لا، رب قال اللي بيجي ليا الذين في يدي، قول كده أنا في إيدك يا رب، تحركني كما تشاء. وأي حاجة في حياتي بعلن إيماني إنها تجيب المجد لي، واختبر فيها أي حاجة في حياتي، أشوف فيها إيدك، أشوف فيها حبك، أشوف فيها قوتك، وأشكرك لأني أحببتنا بلا حدود. مزمور 109، قلت بعض الآيات للتشجيع. يبقى المزمور بيشجعنا إن إحنا منبقاش زي أخي توفل ده اللي بيتكلم عنه في المزمور، وبعدين بيشاور على يهوذا الإسخريوطي. لا، إحنا مش بنلعن أحد، إحنا بنبارك، وبنثق إني بنزرع بالبركة وهنحصد بركات.